الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم محمد. النهارده هتعمل لكم البتنجان الرومي بابا غنوم في الفرن البلدي. انتوا من بدري بتقولوا احنا عاوزين نعرف طريقه البابا غنوم في الفرن البلدي، انا هعمله لكم. وهعمل لكم برضو بتنجان مقلي محبش كده بالخلطه، وهتشوفوا ام احمد طريقتها عامله ازاي. هتشوفي جميله ومكببه حلوه ازاي. انا لازم انغزها كده علشان تستوي براحتها، لان لو ما غمستهاش كده مش هتستوي من قلبها، هتتحرق من فوق وجوه هيبقى نايم، وعشان الميه بتاعتها تطلع من بره انا هحط واحده في المحمه وواحده، بسم الله الرحمن الرحيم، وواحده في الفرن. ايه هنشوف ايه اللي هتستوي الاول. ايه دلوقتي انا حطيت البتنجان في الفرن يشوي، عقبال ما اقلي بقى البتنجان ده واتبله. يبقى بتنجان مشوي وبتنجان مقلي بالتتبيله وبابا غنوم. تعالوا بقى هعملها كده علشان ايه ما تشربش الايه الزيت. هعملها زي حلقات كده وارش عليها ايه شويه ملح واسيبها شويه علشان انا ما تشربش مني الزيت. الزيت اليمن دول بقى يا اولاد، كل زي ما كل كله عارف الزيت ايه. في ناس بتقشره كده، انا ممكن اقشرها كده، بس ليه احنا ما عندناش في الفلاحين هنقشر، بس هنقشر ما هي المفيد كله في القشر بتاعها. طبعا عندي مغسول غسلاه اهوت زي ما انتم شايفينه، هرش عليه بس رشه الملح واعمل كده يوم حتى ما يشربش ايه الزيت بتاعي. اسالوا كمان على الموضوع ده، سيبه بقى سيبه شويه قبل ما اجهز الخلطه بتاعته كده يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام بقى لو كان قرنشط احمر كان هيغطي على الموضوع كله، بس مش مشكله هنستعمل الاخضر بقى، واحط لها تحويجته وشفتها الدنيا هتبقى جميله ازاي مع الطماطمه، هيبقى لونه حلو قوي. اللي عاوز يدق الطماطمه مع الثوم يدق الثوم الاول بالملح والفلفل، وبعد كده احط الطماطميه عشان ايه الثوم يدق والطماطمات ايه تدق بعدين. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي عندي الكمون اهو، ده اساسي تتبيله البتنجان المقلي، الثوم زي المسلوق بالظبط. الخل والليمون ما تنسوهوش. ادي الطماطم لازم اقطعها صغير خالص عشان تدق معايا. في ناس ما بتحبش ايه الطماطم مع الدقه. دلوقتي انا عندي الخل اهو زي ما قلت لكم، انا طحنته كله، بحط الليمون والخل الاخر خالص. شايفين الدقه بتاعتي اهي، ما انا مش عاوز ازود طماطم. ادي عندي الليمون، هشيل بس منه البذر. بقول لك عصاره عصاره ايه، دي هي اللي بتحصل كل حاجه. كده عندي الخل اهو، مش هكتر برضو. عندي دقة ايه البتنجان المقلي. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، كويس قوي قوي. لازم اديها شوية كمان عشان بابا غنوم بيحبه مستوي. هشوف اللي فوق، انا بوريكم اللي فوق واللي تحت. لا اللي تحت طبعا حاجه تانية، استوت ما شاء الله. هشوف بقى المقلي ليه لسه، استنى الزيت يتدح تاني ومش عارف ايه. لازم احط البطاطا الفلفل جنب مني تاخد لون، بس يا خراشة على الفلفل يا لهوي نار. والله العظيم استفاد الطاسه واستفاد الوقت بتاعي، ما ضيعش وقت كده. انا حمرت البتنجان المقلي اهو زي ما انتم شايفين، هشوف بقى البتنجان المشوي عشان اطلعه يبرد. عقبال ما اتبل البتنجان المقلي يكون البتنجان ايه المشوي برد عشان اقشره عشان ايديا ما تتلسوحش. يلا تعالوا معايا
شفت عندي استوت ازاي على الولع؟ جميلة اهي. هشوف اللي فوق برضو. شوف اللي فوق ما شاء الله، خلاص اهي الاخرى اهي. ثانية بس واحدة، انا بعمل ده كله علشان انا ايه ازود طبق البتنجان اللي هو ايه المقلي. عندي اهو شايفينها اهو، وانا هعمل ايه بقى؟ استنوا بقى هزود برضه عشان ليه حرام نرمي الطماطم واحنا عندنا التتبيله. هعمل ايه؟ دلوقتي شفتوا انا قشرت اهوت وجبت البتنجان، بقشر بقى ايه بس استنيتها لما بردت عشان ده ما تستلخش. بسم الله الرحمن الرحيم. الفرن بقى طبعا ما يقل عليه، خدت حاجه ما خدتش حاجه، ولازم احافظ عشان ايه بالذات بابا غنوم مالوش الحته تبقى سمر، لازم احافظ عليها. انت لو سخنه على ايدك نزليها تحت الحنفيه، انا بعمل كده لو سخنه على ايدي، بس دلوقتي انا سايباها بردت. شايفين بقى كده البتنجان اهو، هي البتنجانه ديت والفرن ده عاوز بقى ايه بتنجان وبالطماطم ورقه كرنب في الجو اللي انا فيه الارياف ده في الغيط، وكله بالهنا والشفا. طماطم بس وملح وحبه كمون، ولا تقولي لي بقى طحينه بابا غنوم ولا غير، بس في ناس تلبى بابا غنوم هعملهم لهم برضو اللي هم عاوزين يقولوا عليه وانا هعمله. شايفين البتنجانه جميله ازاي اهي، لما تيجي تشوي بتنجان زي كده لازم تجيبيها كبيره عشان ما تنشفش منك. بسم الله الهادي. في ناس بتعمله ايه في الخلاط، لكن لا انا مش هعمله في الخلاط، انا هعمل العادي وهتشوفوه. هرسيه بشوكه بمعلقه، ترسيه بكوبايه، كله هيمشي معاكي. ننضف ده كله عشان ما يبقاش ايه بابا النوم اقل حاجه بتبان فيه. في دلوقتي انا بعمله بالشوكه، وممكن لو انت عايز تعملي في الخلاط اعمليه اللي هو البابا غنوم، لكن انا بحب اعمله بالشوكه بلدي بقى. هتشوفوه دلوقتي او بكوبايه، اعرق كوبايه عادي. دلوقتي هحط الطحين اهو زي ما انتم شايفين، لازم اقلبها الزيت فوق والطحينه تحت. خلي بالكم الحته دي يا ولاد عشان حبة الزيت اللي فيها دي اللي بتحفظها. شايفين؟ كمون شيء أساسي، حبة خل. لو انت عاوزة تشيليه في التلاجة يوم تلات أيام يومين ما تحطوش في التلاجة، لو يومين ماشي، لكن تلات اربع ايام اسبوع لا ما تحطلوش توم. عاوزاه تكليف نفس اليوم وتاني يوم ماشي حط التوم، ده البابا غنوم عشان ما ايه. وفي ناس ما بتحبش التوم مش عاوز تحطي مش مشكله، بس هو اساس التوم لباقي البابا غنوم والشطه الخضراء والليمون ده اساسي. وعاوز تحطي طماطم مكعبات عليه حطي برده، مفيش اي مشاكل. ادي رشه الملح بسيطه خالص بس عشان ايه انا الشطه بتاعي اهو زي ما انت عاوزه، القطاع صغير كبير. وقلت لكم لو انتوا عاوزين انا الطماطم اهي، بس بقول لو انتوا عاوزين تحطوا فيها طماطم مكعبات ماشي برده صغيره، مش عاوزه مش مشكله، بس انا بقول لكم بشرح لكم ده وده. والليمون اهم حاجه برده يا اولاد، والطحينه تحطيها والخل والبتنجان سخن تديكي لون ابيض جميل. ادي الليمونه اهي، انت بقى في طلب الليمون بتاعك. شوفي انت عاوز تحطي ليمون قد ايه عشان احنا حاطين خل. كده انا اهو عندي، انا مش مكتره له شطه طبعا،
علشان احط على وشه كده حبه شطه جميله. دلوقتي انا عملت لكم طبقين تحابيش بتنجان بابا غنوم وبتنجان مقلي، جربوه وادعوا لام احمد. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.